الأفق متسع والأصداء تعلو والنبأ يسافر بسرعة الضوء. في رادار الأسواق نتابع حركة السوق السعودي والأسواق الخليجية والسوق المصري. نبحث في أسباب التغيرات الحاصلة وتداعياتها. نستخلص إشارات ورؤى واضحة من عالم يتسم بالتعقيدات في رادار الأسواق. رادار الأسواق مع نور عماشة من الأحد إلى الخميس 12 بتوقيت السعودية على الشرق.